الله يمسيكم بالخير والود، وإن شاء الله ما غايب منكم حد. بمناسبة هذا الشهر الكريم الفضيل، يا رب يا رب كل مريض يشفيه، واللي مسافر ومتغرب ربي يهنيه، وأنتم على الصفرة ملتمين وديما حالكم زين على زين. قناة سلام تجمعكم ببرامجها تمتعكم، وأنتم في القلب والقلب ما ينساكم، وعلى الحب ملتمين.